ده درس مش هنقعد ندور في باقي الناس. على 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 سيره الموبايلات، انا شخصيا حصل معايا من شهر ونص الموقف ده، نسيت كان معايا تليفون تاني وفيه سيم كارد معرفش الرقم اللي فيه اصلا، قصه طويله وغريبه بس بعدين بقول لكم تفاصيل. نسيت التليفون ده في اوبر وخلاص، فقدت الامل انه الاقيه لانه اصلا الابلكيشن تبعت اوبر على التليفون اللي انا نسيته، فما عرفتش ارجع ادخل على الاكونت بتاعي. يعني لا تعرفي تتصلي بالسواق ولا اي حاجه، ولا ادري اعرف الاكونت بتاعي ولا اعرف اي حاجه. فبعد بعشرين يوم من ما انا نسيت التليفون في العربيه، برن جرس بيتي واحد بيسالني هو انت ناسي حضرتك موبايل بي اوبر؟ قلت له ايوه ايه؟ قال لي انا لفيت على كل الرحلات اللي عملتها في اليوم ده وما عرفت، وفي الاخير وصلت لعندك ولقيتك ورجع لي التليفون بعد 20 يوم. ما شاء فده الله. كمان بيعني انه انت كمان برضه مصر بلد امنه وفيها ناس برضه لسه فيها خير والدنيا بألف خير. عارفه كانوا عاملين بمناسبه الامانه او حاجه، هو مش بعيد قوي عن موضوعنا، بس كانوا عاملين تجربه كده في برنامج كبير في رمضان ان يخلوا الناس ما بقاش فيكم سارق في الاتوبيس. وبس يحطوا يحطوا بس إيه ده صندوق هنا؟ يحطوا صندوق والناس ومكتوب عليه حط هنا المبلغ بتاع التذكره. مصر كانت الدوله اللي كان فيها زيرو احتماليه ان حد ما حطش، يعني كل الناس ما فيش حد ركيب عليكي وانت تطلعي الاتوبيس، المفروض خلاص بقى تطلعي تنزلي المحطه اللي انت عايزاها، لان أيوه. بنطلع من الباب اللي ورا ننزل من الباب اللي جنب السواق. صح. فلقوا ان كل الناس طبعا الكاميرات ومحدش عارف ان هو بيتصور، محدش عارف اي حاجه، بس الناس كان عندها امانه لدرجه ان كل الناس اللي ركبت حطت سعر التذكره ونزلت. دي 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 خبر حلو قوي وغريب قوي ان ما اتكلمناش عنه. المصريين يا بنتي. ايوه المصريين. ايوه زيهم بقى. طبعا طبعا. طيب طب انت ايه اغرب حاجه نسيتها في حياتك؟ والله انا ممكن يعني يجاوب بقى على السؤال ده امي، يعني عارفه لو انا امي كانت موجوده هنا والله العظيم ثلاثه انا كنت اتفضحت فضايح. عادي. بصي انا هقول لك حاجه، انا ايام ايام السباحه كنت دايما مثلا بتبقى رايح معاك البورنوس والشبشب المايو وخلاص، مفيش يعني ما فانت طبيعي وانت بتلم حاجتك وبتلبس اكيد ممكن تنسى حاجه من الحاجات دي، يعني المفروض انت خلاص حاجات مش كتيره يعني هما ثلاث حاجات مع بعض. انا كنت استاذ، يا انسى شبشب يا انسى مايو، وما اخدش بالي بقى ايه، لان ساعات كنت اسيب الشنطه في شنطه العربيه وما اطلعش انشر الحاجه، انا فضايح رسمي وربنا يستر. انسى الحاجه بعدين اروح تاني يوم بقى التمرين ما الاقيش الحاجات دي بقى في اللاست اند فاوند، في الاخر اجي البس مثلا مفيش. فكانت بقى تبقى خناقه ازاي ضيعت واني ما نزلتش التمرين، فدي حاجه خناقتين. انت مش هسال لان مش هتخلص الحلقه. لا 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 هتخلص الحلقه وانت وما تفلترش. انا ما فلترتش. لا انا المشكله عندي مش في نسيان، ينسى كل حاجه لولا سالي ده تايه، بينسى انه اصلا عنده برنامج النهارده. بنسى مواعيد، بنسى الفلوس، يعني دايما كده تلاقيني اي حاجه بجيبها من الدولاب عشان البسها تلاقي مثلا فيها فلوس مش مثلا خمسه ولا حاجه. طب بص على 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 ذكر هذا الموضوع، وانا جايبه من فوق الدولاب. طب ايه رايك يا مؤمن؟ طيب عايزين عايز اقول لكم حاجه برضو، في حاجات غريبه برضو، يعني في مثلا شركه ناسا طلعت كده بره الكره الارضيه زي ما احنا عارفين وكل حاجه، فكانت مطلعه مركب ان هي بتراقب تحركات الشمس وكده، بعدين هي اختفت من الوجود خالص المركبه دي ومحدش عارف يوصل لها، وفي وسط ما هم بيعملوا زي رحلات استكشافيه زياده لقوها موجوده بعد سنتين. وبرضو من نفس المواضيع دي ان هم برضو اكتشفوا ان كان في غواصه مش موجوده محدش لاقيها خالص، ودي كانت حاملت مثلا رؤوس نوويه ومش موجوده وفي الاخر اكتشفوا ان هي بعد كذا سنه ان هم لقوها ولسه موجوده. بس ان انت تطلع غريبه قوي، تطلع مثلا رحله للفضاء، تطلع رحله للفضاء، تطلع رحله للفضاء والسفينه تضيع. لا ويلاقوها بعد سنتين طبعا، ما كانش عندنا يعني ممكن بقى الله اعلم الطاقم بتاعها اخباره ايه، ولا هي كانت بس تصوير. لا ما الحاجات دي دلوقتي يا شيخ بتتعمل في الحرفيين، بيطلعوها من غير طاقم. حرفيين؟ خليك قاعد يا شيخ، خليك قاعد يا شيخ. كان نفسي يكون في فاصل والله. كان نفسي يكون في فاصل. البنات معروف عنهم بكل انحاء العالم اكتر حاجه بيضيعوها هي توكه الشعر، دايما لازم توك الشعر تضيع. ايوه فتلجأوا للإقلام. مرحله في البيت. ايوه تلجأوا للإقلام. قلم القلم تلف كده يتحط لك قلم كده. اموت واعرف بقى بتتعمل ازاي الحركه دي، فجاه تلاقي كده فاهم. هعمل لك ايه دلوقتي لما نطلع فاصل هوريك. خلاص يا جماعه هنرجع من الفاصل، انا لها عامله كحكه هنا عشان